السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس شرح الآج الرومية للمبتدئين، وتحديدا مع الممنوع من الصرف. سبق وأن ذكرنا أخي المشاهد أن الاسم يقسم إلى معرب، وهذا هو الأصل، ومبني، وهذا فرع عنه. وقلنا أن علة البناء أن بعض الأسماء أشبهت الحروف فأخذت حكمها وهو البناء. اليوم نتكلم عن المعرب. لما ذكرنا علامات الرفع وكذلك علامات النصب كان الأمر لا يختلف، المعرب كله واحد، ولكن لما ذكرنا علامات الجر أخي المشاهد ظهر معنا قسم جديد يسمى بالممنوع من الصرف. وعلة ظهور هذا القسم أن بعض الأسماء أشبهت الفعل في بعض ما يختص به، فاختصت ببعض الأحكام، منها ما يتعلق بعلامات الجر ومنها ما هو عام. السؤال الآن، ما هي هذه الأسماء وما هي الأحكام التي اختصت بها، وهل هي أحكام دائمة أم أنها تتخلف في بعض الأحوال؟ كل هذا سأحاول شرحه بإذن الله في هذا المقطع، فابقوا معنا. قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع أخي المشاهد، نجري مقارنة خفيفة بين الفعل والاسم. أنت تعلم أخي المشاهد أن الفعل من خصائصه أنه لا يقبل التنوين، هذا من خصائص الأفعال، لا يقبل التنوين، وكذلك من خصائصه أنه لا يقبل الكسر. لذلك وضعوا له ماذا؟ نون الوقاية. قالوا لماذا سميت بنون الوقاية؟ لأنها تقي الفعل من الكسر، فهو لا يقبل الكسر. هذا فيما يخص الأفعال. والتنوين هذا هو الذي يسبب الصرف، وهو المذكور في العنوان، الصرف هو التنوين. أما الأسماء أخي المشاهد فهي بخلاف هذا، يعني أن الأسماء يدخلها التنوين وتقبل الكسر، يعني عكس الأفعال. تقول زيد، زيد آخره حرف منون فيه تنوين، وكذلك تقول مررت بزيد، فزيد مجرور وعلم جره الكسرة لأنه يقبل الكسر. إذا تبين هذا فاعلم أنه قد وجدت بعض الأسماء. لماذا قلت بعض الأسماء؟ لتعلم أنه ليس كل الأسماء وليس أغلب الأسماء، بل بعضها فقط. ماذا حصل لها؟ قد أشبهت الفعل في هذا الحكم، فصارت لا تقبل التنوين ولا تقبل الكسر مع أنها أسماء. مثاله مثلا تقول أحمد، أحمد، لا تقول أحمد خطأ، لأن هذه الكلمة أو هذا الاسم لا يقبل التنوين. وكذلك تقول مررت بأحمد. لماذا مجرور وعلم جره الفتحة نيابة عن الكسرة؟ لأنه ممنوع من الصرف، فهو لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسر. قال علماء النحو، لماذا هذه الأسماء أخذت حكم الأفعال؟ قالوا لأنها صارت تشبهها في بعض أحكامها. إذن السؤال، ما هي هذه الأحكام التي تشابه فيها الفعل مع هذه الأسماء؟ الجواب أنه ما من فعل في الدنيا إلا وله علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. كيف ذلك؟ أما التي ترجع إلى اللفظ فقالوا هي احتياجه إلى المصدر، كل فعل يحتاج إلى مصدر. لماذا؟ لأنه منه يؤخذ لفظه. تقول دخل يدخل مأخوذ من الدخول، وخرج يخرج من الخروج، وهكذا. وأما العلة التي ترجع إلى المعنى فهي احتياجه إلى الفاعل. لماذا؟ لأن الفعل يدل على الحدث، والحدث لا بد له من محدث وهو الفاعل. فإذا كل فعل يحتاج، أو ما من فعل إلا وهو يحتاج إلى الفاعل، وهذه علة ترجع إلى المعنى. إذا تبين هذا أخي المشاهد فاعلم أن هذه الأسماء قد أشبهت الفعل في هذه الجزئية، يعني إما أسماء وجدت فيها علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وأسماء أخرى وجدت فيها علة واحدة لكنها تقوم مقام العلتين. لذلك صارت هذه الأسماء تلقب بالأسماء الممنوعة من الصرف. ومن هذا الكلام أخي المشاهد يتبين لك أن الأسماء الممنوعة من الصرف قسمان، قسم وجد فيه علتان فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وقسم آخر ما وجد فيه علة واحدة لكنها تقوم مقام العلتين. وهذا ما سنبينه في هذا المقطع بإذن الله، نبين ما هي هذه العلل التي جعلت هذه الأسماء تشبه الأفعال. صحيح أنها ليست نفس العلل، يعني لا تتعلق بالمصدر والفاعل كما قلنا في الفعل، لكن المهم أنها علل فرعية، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى كما ذكرنا في القسم الأول، أو أنها علة واحدة لكنها تقوم مقام العلتين، والتفصيل بعد الفاصل. سبق وأن ذكرنا أخي المشاهد أن الممنوع من الصرف قسمان. أما القسم الأول قلنا ما وجد فيه علتان، والقسم الثاني ما وجد فيه علة واحدة. والآن سنبين هذا القسم.
اعلم أولا أخي المشاهد أن العلل التي وجدت في هذا القسم منها علل معنوية، يعني ترجع إلى المعنى، وهذه قالوا العالمية القسم النوع الأول، وكذلك الوصفية هذه ترجع إلى المعنى كيف خرجت عن الأصل، يعني لماذا كانت هذه العلة الفرعية؟ قالوا لأن الأصل في الاسم أن يكون نكرة، فكونه علما أو وصفا فهذا خارج عن الأصل. وأما العلل اللفظية، نكتب لفظية هنا، فعندنا وزن الفعل. الآن نذكر هذه العلل باختصار ثم نشرحها علة علة. عندنا الزيادة، كذلك زيادة الألف والنون. عندنا العدل والتركيب، وعندنا العجمة، وعندنا التأنيث، التأنيث بالتاء، التأنيث بالتاء. فباختصار أخي المشاهد، هذا القسم لا يكون الاسم ممنوعا من الصرف إلا إذا وجدت فيه علة معنوية وأخرى لفظية، يعني يأخذ واحدة من هذا القسم وواحدة من هذا القسم، كأن تقول مثلا العالمية مع وزن الفعل، أو العالمية مع التأنيث، أو العالمية مع العجمة، أو الوصفية مع العدل، وهكذا. إذا نقول لا يكون الاسم ممنوعا من الصرف في هذا القسم إلا إذا وجدت فيه علة معنوية، يعني واحدة من الاثنين، وكذلك أن توجد فيه علة لفظية، يعني واحدة من هذه التي ذكرناها. وأما القسم الثاني وهو ما وجد فيه علة واحدة لكنها تقوم مقام العلتين، فهو نوعان. أولا عندنا صيغة منتهى الجموع، وهذا كما قلت سنشرحه، صيغة منتهى الجموع، يعني هذا فيه علة واحدة لكنها تقوم مقام العلتين. والقسم الثاني أو النوع الثاني هو التأنيث لكن بالألف، لأنه سبق معنا التأنيث بالتاء، التأنيث بالتاء هذا يحتاج إلى علتين، يعني واحدة لفظية والأخرى معنوية، لكن التأنيث بالألف هذا علة واحدة تقوم مقام العلتين. هذا الذي تراه أمامك أخي المشاهد هو العلل التي ذكرت باختصار مجملا يعني. والآن ننتقل إلى تفصيل هذه العلل علة علة، نسأل الله التوفيق، وفاصل قصير ونعود. سبق وأن ذكرنا أخي المشاهد أن الممنوع من الصرف قسمان. القسم الأول ما اجتمع فيه علتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وقسم يكفي فيه علة واحدة لأنها تقوم مقام العلتين. والآن نبدأ مع القسم الأول. القسم الأول هذا أخي المشاهد قالوا لابد فيه من علتين، واحدة ترجع إلى المعنى، نكتب معنوية، والأخرى ترجع إلى اللفظ، نكتب لفظية. ونبدأ بالمعنوية. العلل المعنوية التي ذكرت في هذا الباب هي العالمية، ومعنى العالمية يعني أن يكون الاسم علما، قالوا هذا خلاف الأصل، وهذا يجعله علة فرعية ترجع للمعنى. كيف ذلك؟ قالوا لأن الأصل في الأسماء التنكير، وأنت تعلم أخي المشاهد أن العلم هو أحد المعارف، فإذا هذه علة فرعية خارج عن الأصل. العلة الثانية قالوا الوصفية، ومعنى الوصفية أخي المشاهد عندهم أن يكون الاسم مشتملا على وصف، وهذا كذلك خلاف الأصل، قالوا لأن الأصل في الأسماء إما أن تدل على معنى وإما أن تدل على ذات، فإذا كان الاسم يدل على وصف فهذا خلاف الأصل، وهذا الذي يجعل الوصفية علة فرعية ترجع إلى المعنى. لكن انتبه، الوصفية هذه اشترط فيها شروط حتى تكون مانعة من الصرف. الشرط الأول أن تكون وصفا أصالة، أكتب أصالة فقط للاختصار. بمعنى، ما معنى أصالة؟ قالوا أن لا يكون الوصف طارئا عليها. مثال ما طرأ عليه الوصف كلمة صفوان، فصفوان معناه في لغة العرب هو الحجر الأملس، لكن بعد ذلك استعمل وصفا، فإذا الوصفية طارئة عليه، لذلك هو لا يصلح معنا في هذا الباب، ولذلك تجده بالتنوين، يعني ليس ممنوعا من الصرف. الشرط الثاني قالوا أن لا يقبل التاء، يعني هذا الوصف لا يقبل التاء، لا يقبل التاء، يعني مؤنثه ليس بالتاء. ومما خرج عن هذا كلمة ندمان، ندمان هذا وصف لكنه لا يدخل معنا في باب الممنوع من الصرف. لماذا؟ لأن مؤنثه ماذا تقول؟ امرأة ندمانة، فهي بالتاء، ونحن اشترطنا أن لا يقبل التاء. طيب، إذا تبين هذا فاعلم أن هذه الأوصاف المعنوية وهي العالمية والوصفية لا تكون مانعة من الصرف إلا إذا انضمت إليها علة ماذا؟
ترجع إلى اللفظ أو علة لفظية. فما هي هذه العلة اللفظية؟ قالوا أولا وزن الفعل. كيف يكون وزن الفعل علة فرعية أو علة فرعية؟ الجواب أن الأصل في الأسماء أن تكون على أوزان الأسماء، فإذا جاءك اسم على وزن الفعل فهذا خلاف الأصل، ولذلك اعتبروه علة فرعية ترجع إلى اللفظ. واعلم أخي المشاهد أن المقصود بوزن الفعل في هذا الباب أمران. الأمر الأول أن يكون على وزن خاص بالفعل، مثال تقول على وزن، مثال أن يأتيك اسم على وزن فعل مثلا، فهذا وزن خاص بالأفعال. وكذلك القسم الثاني أن يكون الاسم فيه زيادة تختص بالفعل كالهمزة مثلا أو الياء كما سيأتي معنا. إذن مثاله تقول أحمد في باب الأعلام، أحمد هذا علم وهذه علة ترجع إلى المعنى، وكذلك هو على وزن الفعل لأن فيه زيادة تختص بالفعل، لذلك أحمد ممنوع من الصرف. وكذلك كلمة يزيد فهذا كذلك علم، فهذه علة فرعية ترجع إلى المعنى وهو على وزن الفعل، لذلك يزيد ممنوع من الصرف. وفي باب الوصفية تقول أحمر مثلا، فأحمر هذا وصف توفرت فيه الشروط وزد على ذلك هو على وزن الفعل، لذلك أحمر ممنوع من الصرف. ففي أحمد ويزيد ماذا تقول؟ تقول ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. وفي كلمة أحمر تقول ممنوع من الصرف للوصفية مع وزن الفعل. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أخي المشاهد هي زيادة الألف والنون. نكتب زيادة فقط، زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون كيف تكون زيادة الألف والنون علة فرعية؟ الأمر واضح، لأن الأصل عدم الزيادة، فإذا جاءك اسم فيه زيادة فهذا خلاف الأصل وهذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ. ففي باب الأعلام العالمية يعني مع العالمية، كأن تقول مثلا عثمان، عثمان ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. وفي باب الوصفية تقول غضبان مثلا، غضبان، فغضبان ممنوع من الصرف لأجل الوصفية وزيادة الألف والنون. وأما العلة الثالثة أخي المشاهد التي ترجع إلى اللفظ فهي العدل. ومعنى العدل هو التحول من وزن إلى وزن، يعني بعض الأسماء تركت وزنها الذي كانت عليه وانتقلت إلى وزن آخر، مثاله كأن تقول فعل تحولت من فاعل، كعمر مثلا وزفر وهبل وجحا، كل هذا كان على وزن فاعل، فعمر كان على وزن عامر وهكذا. وكونه علة فرعية هذا ظاهر، لأنه ترك وزنه وتحول إلى وزن آخر، فهذا يدل على أن هذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ. فإذا نقول في عمر مثلا وهبل أن هذا ممنوع من الصرف لأجل العالمية والعدل، هذا بالنسبة للعالمية. وأما الوصفية أخي المشاهد فالعدل فيها وقع إما في العدد وهو ما جاء على وزن فعال ومفعل، تقول ثلاث ومثنى، هذا عدل به عن ثلاثة ثلاثة، ومثنى عدل به عن اثنين اثنين. وفي غير العدد هو ما جاء في كلمة أخر، عدة من أيام أخر، عدل به عن آخرين. إذن نقول أخي المشاهد أن مثنى مثلا أو ثلاث وكذلك كلمة أخر هذه ممنوعة من الصرف للوصفية مع العدل، أقول للوصفية مع العدل. وفي الأول ماذا قلنا في عمر وهبل؟ للعالمية مع العدل. وأما العلة الرابعة أخي المشاهد فهي العجمة، وهذه خاصة بالعالمية يعني لا تدخل مع الوصفية. والعجمة هي أن يكون العلم أعجميا، وهذا ظاهر، هذه علة فرعية لأن الأصل في الأسماء والأعلام أن تكون بالوضع العربي وهذه أعجمية. لكن قالوا يشترط في هذه العلة أن يكون هذا اللفظ علما عندهم، يعني علما عند الأعاجم، أكتب علما عندهم يعني الأعاجم، هذا الشرط الأول. فلو كان مثلا عندهم ليس علما فلا يدخل معنا في هذا الباب. والشرط الثاني أن يكون مركبا من أكثر من ثلاث أحرف، أكتب أكثر من ثلاثة أحرف. فلو كان من ثلاث أحرف كنوح مثلا فهذا لا يمنع من الصرف لأنه اختل فيه شرط وهو هذا الثاني. وما توفرت فيه الشروط كإبراهيم مثلا
وإسماعيل وإسحاق إلى آخره. فإذا نقول إبراهيم ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. وأما الخامسة أخي المشاهد فهي التركيب. وفي النحو العربي أو في لغة العرب يذكرون للتركيب أنواع، لكن الذي يدخل معنا هنا هو التركيب المزجي. والتركيب المزجي هو ما تركب من كلمتين، هو الاسم الذي تركب من كلمتين ينزل الثاني منهما منزلة التاء. كيف ذلك؟ كحضرموت مثلا، هذا تركيب مزجي. كيف ينزل منزلة التاء؟ قالوا لأن الإعراب يظهر على الثاني هذا، وأما الأول فإنه يلزم الفتح إلا أن يكون مختوما بالياء، لكن الإعراب دائما يظهر في الأول، بخلاف مثلا التركيب الإضافي أو التركيب الإسنادي إلى آخره. الذي يعنينا الآن كيف يكون التركيب علة فرعية، هذا ظاهر، لأن الأصل عدم التركيب، فإذا جاءك التركيب فمعنى هذا أنه خرج عن الأصل، وهذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ. فإذا انضمت إليها العالمية وهي علة معنوية كان هذا الاسم ممنوعا من الصرف للعالمية والتركيب، والتركيب هذا لا يدخل مع الوصف فهو خاص بالعالمية. كان تقول مثلا حضرموت، لكن انتبه، التركيب المزجي قسمان، قسم يختم بويه كسب ويه مثلا، فهذا مبني، هذا لا يدخل معنا لأنه مختوم بويه فهو مبني. وغير المختوم بويه هو الذي يدخل معنا في هذا الباب ويكون ممنوعا من الصرف إذا انضم إلى العالمية. ننتقل بك أخي المشاهد إلى العلة السادسة وهي التأنيث. والتأنيث المقصود في هذا القسم هو التأنيث الذي يكون بالتاء. لماذا؟ لأن هناك تأنيث آخر يكون بالألف، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في القسم الثاني، وهو القسم الذي نحتاج فيه لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. لكن هنا التأنيث المقصود بالتاء، سواء كان العلم لمؤنث أم لمذكر. كان تقول مثلا عائشة، هذا علم مؤنث علامته التاء التي في آخره، وكذلك طلحة، فهذا وإن كان لذكر لمذكر لكنه مؤنث اللفظ، فهذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ. قد يقول قائل لماذا كانت فرعية؟ الجواب ظاهر، لأن الأصل هو التذكير. فإذا نقول عائشة وطلحة ممنوع من الصرف لأجل العالمية والتأنيث. نعم، العالمية ترجع إلى المعنى والتأنيث يرجع إلى اللفظ. وأما إن كان التأنيث معنويا كزينب مثلا، هذا ليس فيه تاء، فحكمه أنه ينقسم إلى قسمين، قسم يجب فيه المنع من الصرف، نقول يجب منعه من الصرف، هذا القسم الأول، وقسم يجوز منعه من الصرف، يجب منعه من الصرف، هذا القسم الأول، والقسم الثاني يجوز منعه من الصرف، يعني منعه من الصرف جائز، منعه من الصرف. فمتى يجب؟ الجواب إذا كان أكثر من ثلاث أحرف كزينب مثلا، فهذا يجب منعه من الصرف، نقول أكثر باختصار من ثلاثة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لو كان ثلاثيا لكنه محرك الوسط كسقر مثلا، سقر يتكون من ثلاث أحرف لكن وسطه متحرك. والحالة الثالثة إذا كان ثلاثيا لكنه أعجمي، قالوا مثلا كحمص، فهذا يتكون من ثلاث أحرف لكنه قالوا أعجمي، لذلك الأحوال الثلاثة هذه كلها يجب منعه من الصرف، منعه من الصرف واجب، نقول للعالمية والتأنيث. أما إن كان من ثلاث أحرف وهو ساكن الوسط وليس بأعجمي، ومثاله نقول هند، فهند هذه ليس تتكون من ثلاث أحرف، يعني لا تدخل في القسم الأول، وهي ساكنة الوسط ليست محركة الوسط وهي ليست أعجمية، فقالوا هذا يجوز، هذا العلم يجوز منعه من الصرف ويجوز صرفه. فيجوز أن تقول هند على أنه ممنوع من الصرف، ويجوز أن تقول هند على أنه مصروف، واختلفوا في الأرجح والله أعلم. المهم أنه يجوز لك أن تمنعه من الصرف ويجوز لك أن تصرفه. وكذلك دعد، قالوا دعد لأنه ثلاثي ساكن الوسط وليس بأعجمي. وبهذا نكون أخي المشاهد قد فرغنا من القسم الأول، وهو ما يحتاج إلى علتين، واحدة ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. وننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني، وهو ما يحتاج إلى علة واحدة فقط لكنها كما قلنا تقوم مقام العلتين. فاصل ونعود. ذكرنا أن الممنوع من الصرف قسمان، وقد سبق معنا القسم الأول وهو ما يحتاج إلى علتين فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. والآن سنتكلم عن القسم الثاني، وهو ما يحتاج إلى علة واحدة فقط لكنها تقوم مقام العلتين. أول ما نذكره في هذا القسم هو، نكتب أولا، التأنيث بالألف،
التأنيث بالألف. ذكرنا من قبل التأنيث بالتاء وقد سبق معنا، لكن الآن سنذكر التأنيث بالألف. فهذه علة تكفي وحدها للمنع من الصرف ولا تحتاج إلى علة أخرى، كما قلنا تقوم مقام العلتين. وسواء كانت هذه الألف مقصورة كبهما مثلا، أو ممدودة كصحراء، هذا كله داخل معنا. وكذلك سواء كانت وصفا كحمراء، أو مثلا كانت علما كزكريا زكرياء، هذه كلها تمنع من الصرف. وكذلك سواء كانت جمعا كجرحى مثلا، جرحى ومثلا نقول أصدقاء وأشياء، فهذه كلها ممنوعة من الصرف لأجل التأنيث بالألف. قد يقول قائل كيف تقوم مقام العلتين؟ الجواب أن التأنيث بالألف أخي المشاهد، أن لزوم هذه الألف بخلاف التاء، لزوم هذه الألف في هذه الأسماء هذه علة فرعية ترجع إلى اللفظ، وكذلك التأنيث علة فرعية أخرى ترجع إلى المعنى. فاجتمع في التأنيث بالألف علة لفظية وعلة معنوية، لذلك قالوا تقوم مقام العلتين. العلة الثانية أخي المشاهد من هذا القسم هي صيغة منتهى الجموع. اكتب اثنين، صيغة منتهى الجموع. لماذا سميت بصيغة منتهى الجموع؟ قالوا لأنه في لغة العرب الكلمة قد تجمع أكثر من مرة، تكون في الأول مفرد ثم تجمع الجمع الأول ثم تجمع الجمع الثاني وهكذا، الجمع الأخير الذي ليس بعده جمع يسمى بصيغة منتهى الجموع. وهذه كما قلت علة تمنع من الصرف تكفي وحدها ولا تحتاج إلى علة أخرى، تقوم يعني كما قلنا تقوم مقام العلتين. لكن ما هي هذه الصيغة؟ ما هو ضابطها؟ قالوا ضابطها أولا أن يكون أوله مفتوح، أوله هذه الصيغة نكتب أولها مفتوحا سواء كان ميما أو غيرها، نكتب ميما لأنه سنمثل لكل قسم أو غيرها أو غيرها كذا. ثانيا ثالثها ألف، ثالثها ألف. والثالث بعد الألف، بعد الألف ماذا يوجد؟ حرفان أو نكتب أو ثلاثة أحرف أو ثلاثة وسطها ساكن، ساكن. طيب مثاله تقول فيما أوله ميم، تقول مثلا مساجد، هذه صيغة منتهى الجموع. وفي غير الميم تقول مثلا دنانير، دنانير. فانظر الأول مفتوح سواء كان ميما أو غير ميم، الحرف الثالث هو ألف كما قلنا، وبعد الألف إما حرفان وإما ثلاثة لكن وسطها ساكن، فهذه هي صيغة منتهى الجموع. وهذه كما قلنا تكفي وحدها للمنع من الصرف ولا تحتاج إلى علة أخرى، يعني أنها تقوم مقام العلتين. السؤال الآن كيف تقوم مقام العلتين؟ الجواب قالوا لأن هذه الصيغة ليس لها نظير في الآحاد، وهذه علة ترجع إلى اللفظ، وكونها جمعا هذه علة فرعية ترجع إلى المعنى، لذلك كانت تقوم مقام العلتين. يبقى أن تعلم أخي المشاهد أن هذه الأسماء التي حكمنا عليها بأنها ممنوعة من الصرف لأنها صارت تشبه الأفعال، هذا الحكم قد يزول عنها لزوال سببه، وذلك في حالتين. الحالة الأولى قالوا إذا سبقت بأل، إذا كانت هذه الكلمات مسبوقة بأل فإنها يتغير حكمها، لأن أل هذه من خصائص الأسماء، فإذا كانت هذه الأسماء مسبوقة بأل فمعنى هذا أنها صارت لا تشبه الأفعال وصارت أقرب إلى الأسماء منها إلى الأفعال. ومثال ذلك أن تقول أو مثلا في قول الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، فكلمة المساجد هذه صيغة منتهى الجموع، ونحن ذكرنا أنها ممنوعة من الصرف لكن هنا صرفت لأنها قد سبقت بأل، قال المساجد. الحالة الثانية قالوا إذا أضيفت، وكذلك الإضافة من خصائص الأسماء، فإذا كانت هذه الأسماء مضافة فمعنى هذا أنها صارت أقرب إلى الأسماء منها إلى الأفعال، ولذلك ترجع إلى حكمها الأول وهي أنها تقبل الصرف. ومثاله قول الله جل وعلا في أحسن تقويم، فأحسن كلمة أحسن هذه الأصل أنها ممنوعة من الصرف لكن هنا جاءت بالكسر، لماذا؟
قالوا لأنها مضافة فزال عنها حكمها. ولهذا قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أن ردف. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الموضوع، مع أنني تركت كثيرا من التفاصيل خشية التطويل، لأن هذه السلسلة متعلقة بالمبتدئين. نلتقي في مقطع قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.